يروح ابنها. فلذلك أنا أرجوكم مشي عليك الإمام الصادق، إذا عندك أم لا تهضمها، لا تأذيها، لأن بس الله يدري من تنهضم الأم، وخصوصا إذا بحق، وخصوصا إذا تهضمها أنت وهي على حق، وخصوصا إذا تهضمها وأنت على باطل. لا، شوية ذلل نفسك، دوز نفسك، دوز. كل يوم ما أروح فدوة أنا المداسي رجلي، لأن حكاياتي طيبا الخاطر، ولك بكل دقة قلب أحس أمك وياك. صوت الوالدة يهز الشرايين، أمك، أمك هذه غلبة الروح، وما يحتاج إلك بالبراهين. أحكي لك على أمك، أحكي لك أنا، أجي أسولف لك على أمك، واللي ينحرم من أمه يحس بهاي المعاناة. اللي يفقد أمه ويصبح عليه الصبح ويمسي عليه المساء وأمه ماكو، هو يعيش هذا الألم. ولذلك إذا عندك أم حطها على كفوف الراحة، عندك لا تبخل عليها، جيبك متروس قلها يما أنا خادم، ما عندك سمحها كلمة طيبة، كلمة طيبة سمحها، ما تقدر كلام طيب، وحقك تشتري به مرضات الله.